هل يجوز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف الأول؟ نعم بالحسنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي سنن النسائي بسند صحيح أن أبي بن كعب جاء وقد دخل الناس في الصلاة فجذب شابا من الصف الأول ووقف مكانه، فكأن الشاب وجد في نفسه من صنيع أبي أيوب الأنصاري، من صنيع أبي بن كعب رضي الله عنه. فلما انقضت الصلاة التفت الشاب مغضبا، قال له حينئذ: أبي يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي إلينا أن نليه في الصلاة، والله أعلم.